خلينا نقسم الماتش على فترات. المكاسب بتاعتي كانت ان في بدايه المباراه انا شايف حسين فيصل منور قوي، فبالنسبه لي انا حاسس ان انا كسبت لعيب، لان هي دي الماتشات اللي بتصنع اللعيب في عينك. بمعنى ان اي حد كان سهل قبل ماتش الجزائر يقول حسين فيصل تالق عشان منتخب السودان ومنتخب لبنان اقل على سبيل المثال، انما بعد ما شافه في ماتش الجزائر هو مش هيتخض لو شاف حسين فيصل اساسي في اي ماتش مع منتخب مصر. نفس الموضوع بالنسبه لعمر مرموش، جاب جون من اول ماتش، الراجل خد الثقه خلاص، لو شفته اساسي في كاس الامم مش هتنتقد كارلوس كيروش عليه. فبالتالي دي كانت المرحله الاولى في المباراه، ان انا حاسس ان انا كسبت حسين فيصل. المرحله الثانيه في المباراه هي مرحله ايه ده مش ماتش عادي. فدي بالنسبه لي كانت مرحله مهمه جدا، في احتكاكات جامده، في هجوم، في ضربه بنجاح، ده ماتش كبير، بيضرب بالبوكس وبتاع، ده ماتش كبير. ده احنا هنا في اختبار حقيقي، وناس كتير راحت لان بعد الماتش قالت لك هو منتخب الجزائر ده ما طلعش بيخوف يا راجل، ومنتخب السودان ده منتخب ضعيف، ومنتخب طب نروح نلعب في كاس امم اوروبا. بس يعني في نفس الوقت يحسب ليهم لمنتخب الجزائر انه بقوام مش اساسي قدر انه يسد معاك النظريه العكسيه بقى 100%. هو انت بتتكلم في ان منتخب الجزائر منتخب مش ده المنتخب الاساسي بس ده منتخب قوي بالظبط، وانت منتخب مصر مش ده المنتخب الاساسي بس ده منتخب قوي. زي ما هم عندهم نقص في عدد كبير من اللعيبه، فاحنا مش العدد مش قليل بالمناسبه. يعني تريزيجيه ده ما نقص، ونيني نقص، وعمر مرموش نقص، ومصطفى محمد نقص، وقبلهم كلهم محمد صلاح. صحيح. فبالتالي بتتكلم في ان كتيبتك الهجوميه بالكامل مش موجوده. على سبيل المثال كاس الامم مين اللي هيلعب الثلاثه اللي قدام؟ هم دول محمد صلاح ومصطفى محمد تريزيجيه، ولو واحد رابع هيبقى مرموش. وبالتالي انت بتتكلم في ان كتيبتك الهجوميه كلها مش موجوده، زي ما سعيد بن رحمه مش موجود، وزي ما رياض محرز مش موجود، بن ناصر وعنده واسماعيل بن ناصر في وسط الملعب. فانت بتتكلم هنا في ان انا اقصد المباراه النقله الثانيه بتاعتها كانت نقله الشخصيه، النقله الاولانيه كانت نقله اختبار اللاعبين اللي بجد بيختبرهم ثم الشخصيه. نجح حسين فيصل، اخفق مروان حمدي، دخلنا في مرحله الشخصيه. ده الماتش تقيل، لما الماتش بقى تقيل بالنسبه لي كنت خايف منتخب مصر يستقبل اهداف اكتر، كنت خايف المنتخب المصري ما يكونش قد الحدث. هنا انا اتنقل في عيني اكرم توفيق وحمدي فتحي للنقطه ثانيه خالص، مكانه ثانيه خالص، مرحله السوليه بعد كده بالظبط كده. بتيجي بقى على النقطه الثالثه، الماتش عقرب، اثنين اصابات، جون، انذار في الثاني، الماتش عقرب، ودلوقتي انت في حاله انعدام وزن. الراجل اللي على الدكه ده بيعمل ايه؟ اي حد بيشوف، ودي بالنسبه لي الحته اللي غيرت عيني في كارلوس كيروش، اي حد ممكن يشوف كارلوس كيروش مصر على 4-3-3، مصر على محمد شريف على الجناح، يقول الراجل ده عينه دي. والعند في الاخر لو الراجل مصر يطبق افكاره على جثه النتائج، على جثه الاداء، هنا عندنا مشكله معاه. لكن انا فجاه لقيته محمد شريف دخل القلب، مهند لاشين نزل. مهند لاشين نزوله هو تغيير ال 4-3-3 مظبوط، بقى بيلعب باثنين ارتكاز صراحه جنب بعض، واما قدم عمرو السوليه قدام في شكل الثلاثه، يعني المرونه في شكل الثلاثه بالظبط كده. الفكره هنا نجاح كبير جدا ليا في قرايه المشهد، قرايه الماتش. خروج بغداد بنجاح اثر، بس ما تنساش ان انت كمان عندك ايمن اشرف خرج واحمد حجازي خرج. بمعنى ان احمد ياسين اللي جاي من البنك الاهلي ده يعني لاعب انت دفعت بيه وهي مغامره كبيره جدا، وبغداد بنجاح خرج، فهي موازنه بعضها. علشان ناس كتير بتقول لك لولا ان بغداد بنجاح خرج كان الماتش اختلف. ايوه صح، بس لولا كمان ان احمد حجازي خرج طبعا كان الماتش اختلف، وفي كلا الحالتين فرص المباراه كانت قليله سواء عندك او عندهم بالظبط.